الزملاء المراسلين والصحفيين اللي بعتز بيهم هيكون في فرصه لو حضراتكم عايزين تجروا بعض اللقاءات في مكان معين في الخارج؟ اتفضل يا كابتن. ولا انا ولا ركان نقدر نشيل البتاع. والله احنا عجزنا خلاص يعني. للصوره بس طيب يا كابتن وبعدين في الختام دائما بنقول يعني تحيا مصر وستبقى مصر قوية عزيزة بأشقائها العرب وبالنادي الأهلي العظيم. شكرا جزيلا لحضراتكم ودائما أخواتكم. كل سنة وانتم طيبين وبنشكر حضوركم وإن شاء الله سنة سعيدة علينا وعلى مصرنا وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. شكرا.